السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طبعا هيلبس دلوقتي عشان السخونية. لا بص كمان اتمسحت كده لسعة جنبه. اصابات الشغل بقى كتير. ماشي فين السخونية؟ هنا زيت؟ اقول لك على حاجه، يلا لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.